لكن في الزمن ده وفي الوقت ده اقفلوا بقكم، اقفلوا ده، اقفلوا ده شوية. يا صباح الخير والجمال والسعادة يا رب على عيونكم يا أحلى بنات ومتابعات في الدنيا كلها. وحشتوني قوي 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 من الفيديو للفيديو، وفعلا ما كنتش مرتبة ان انا هطلع خالص كعادتي وكعادة الفيديوهات اللي انا بعملها، ولكن انتوا عارفين ان انا مش بطلع غير لما يكون عندي كلام يستحق. طبعا في البداية عايزة اقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب عيد اضحى مبارك عليكم، ويا رب سنة العوض عن كل اللي فات ايا كان عمركم، 20 يتعوض، 30 يتعوض، 40، 50، 60، 100 يجيله عوضه ان شاء الله يا رب. طبعا في البداية زي ما انتوا شايفين كده احتفالات العيد والحنة، كل سنة وانتوا طيبين وربنا يسعد القلوب كلها، يفرحنا يفرحنا لان كلنا منتظرين الفرحة. عايزة اقول لكم ان انا عندي جو شتاء، يعني درجة الحرارة دلوقتي 6-7 حاجة في الرينج ده، ف يعني لازم اتقل كده. انا مش عارفة الاجواء عاملة ايه عندكم، انا عارفة ان في مصر وفي البلاد العربية في حر وكده صيف، فقلت بس انوه لكم علشان محدش يستغرب. في البداية النهاردة الموضوع شوية محزن، يعني انا ما كنتش متوقع ان انا اطلع واتكلم في الموضوع ده في يوم من الايام. عايزه اقول لكم ان انا طلعت معاكم في الفيديو بتاع اهداف السنه وطلعت واتكلمت وقلت لكم ان يعني غطينا دايره العلاقات واتكلمنا عن موضوع دايره العلاقات وقد ايه الدايره بتضيق وقد ايه ربنا بيختار لك مين يكمل ومين يمشي. ولكن موضوعي النهارده التنميه البشرية خسرتني حاجات كتير، بلاش تنمية بشرية وبلاش قانون الجذب. في تنويه كده بسيط، الفيديو لازم يتسمع من أوله لآخره علشان تفهموا الفكرة اللي أنا عايزة أقولها. الحقيقة يا بنات إن ويا شباب يعني المحتوى مش حكر على حد، ولكن الفترة اللي فاتت دي يعني وأنا بعتبر إن صناع المحتوى منحوسين يعني بشكل صريح جدا، مظلومين في حياتهم، مظلومين في صحابهم، مظلومين في اهلهم، مظلومين في حكم الناس عليهم، مظلومين لان الناس مستكترة ان انت تطلعي تتكلمي او تعرفي معلومة وتطلعي تقدميها. يعني قانون الجذب، الانوثة، العلاقات، الذكر، الانثى، الحاجات اللي انا طلعت اغطيها واتكلم فيها معاكو دي بمنتهى البساطة يا بنات ان انا واحدة زيكم درست و اطلعت وحبيت ان انا اطلع اشارك معلومة، حبيت ان انا اطلع، حبيت ان انا اتكلم مع نفسي واتكلم معاكو. وطبعا انتوا كلكم عارفين ان القناة زي ما انا قلتلكوا فكرتها تماما نشأت ان انا كنت وما زلت في الغربة، ودي طريقة ان انا اطلع واتكلم واتواصل مع الناس وما حسش ان انا في غربة. فان انت تطلعي وتبحثي وتقولي معلومة الناس مستكترة عليك الحتة دي، لا ده معناها بقى ان انتي شاطره، معناها ان انتي ناجحه، معناها ان انتي احسن مننا، معناها ان انتي مطبقه كل كلمه انتي بتقوليها لنا بالحرف. فحسيت ان الناس مستكترين عليكي او مستكترين عليا ان انا اطلع واتكلم، وبصيت لقيت الناس يعني زي ما انتوا بتقولوا كده بيحسدوكي على الهموم، تبقي قايله لها انا عندي وعندي وعندي، وتبقى عارفه ومطلعه على السيتويشن كله، ومع ذلك تلاقيها بتحسدك، بتحسدك على النفس، بتحسدك على انت عايشه اصلا، ودايما بتقارن نفسها بيكي. وقعت في موقف كده ان انا كان لازم اعمل عمليه بشكل مفاجئ. يعني انا كنت بعاني من مرض كده بقالي سنين الحقيقه، والواحد متعايش معاه وبيحاول يخدم ويساعد ويبقى أم، ولما كنت زوجة وما زلت أم الحمد لله، وبتشتغلي وبتعملي وبتروحي وبتيجي وبتتعذبي وبتتعبي، وعايشة مع المرض ده بقالك سنين علشان ترضي الجميع، ومحدش عارف يساعدك. يعني محدش عارف يقولك انتي تروحي مع دكتور كويس، محدش عارف يقولك انتي تتحطي على ويتنج ليست في عملية لو عايزة تروحي على النظام الحكومي. فالمهم جات لي العملية دي out of nowhere، بصيت لقيت ان انا لازم اعملها لان مأثرة على حياتي وعلى التنفس وعلى المهام اللي انا لازم اعملها بنفسي في الغربة.
طبعا طبعا الستات المغتربة عارفين الوضع عامل ازاي في الغربة، عارفين ان انتي بتتعبي وتقومي لوحدك، عارفين ان انتي ما بتلاقيش السند، ما بتلاقيش الدعم، والكل منتظرك تقعي. ايه ده انتي عاملة فيها ان انتي، لا احنا عايزينك تقعي، وتحسيها قوي في العيون. فالمهم ان انا زي ما انا قلتلكوا في الفيديو بتاع السنة الجديدة ان دايرة العلاقات عمالة تقل تقل، والواحد عمال يتصدم في الناس. فبصيت لقيت ان انا اتصدمت في اقرب الناس، لسه الصدمات شغالة. اللي يقول لي طيب انزلي اعمليها في بلد تانية ارخص، اللي يقول لي طب انت هتعمليها ازاي ومبلغ مادي كبير، اللي يقول لي طب انا هساعدك. من طبعا انا بتكلم على الدايرة المقربة، انا هساعدك، وتبصي تلاقي طبعا انتوا فاهمين. فبصيت لقيت ان يكاد يكون ان اغلب المحيطين في لحظة الضعف منتظرين انك تقعي، منتظرين ان انتي تسلمي علشان ساعتها ينجدوكي. لان زي ما انا قلتلكم في فيديوهات قبل كده، الست القوية اللي بألف راجل، الكلام ده كله ده اصلا رد فعل صدمة. ليه رد فعل صدمة؟ لان هي ملقتش في حياتها الرجالة. انا اسفة طبعا، يعني انا الكلام ده انا بقوله وانا عارفة ان في حياتي اب واخ وفي ناس رجالة جميلة قوي الحمد لله. ولكن رد فعل الصدمة بينشأ ان انتي كمرأة ما لقيتيش رجالة، فانت هتقومي بدورهم. فتبصي تلاقي الناس بقى، ايه ده انت واقفة على رجلك، ايه ده انت عمالة الدنيا تخبط وتلطش فيكي، ايه ده انت، طب ورينا احنا هنجيب اخرج بقى، انت واصلة ان انت بتعملي عملية، واصلة ان انت تعبانة، واصلة ان انت محتاجة دعم، واصلة ان انت محتاجة مساعدة، طب ما تخلينا نمشي معاكي كده للاخر ان احنا ما نساعدكيش ونشوف ايه اللي هيحصل، نشوف هتقعي ولا مش هتقعي. طب لو وقعتي هتحتاجي لنا ونتحكم فيكي ونتشرط عليكي ولا لا. فالواحد اتفاجئ بردود الافعال، ان حتى على الصعاب والشدائد الناس بتحسدك، بتحسدك ان انت اصلا في شدائد وفي صعاب وبتتنفسي. فأنا نصيحتي ليكو بجد، نصيحتي لكل الناس، لو انت عايز قانون الجذب، عايز تنجح، لو عايز تنمية بشرية وتنمي نفسك وتعالج الصدمات اللي في حياتك، نصيحتي ان انت ما تقولش لحد، ما تقولش لحد ان انت بتشتغل على نفسك، ما تقولش لحد ان انت بتنجح، ما تقولش لحد ان انت بتحقق حاجة، ما تقولش لحد على الخطة بتاعتك. لان بقينا في زمن الناس بتحسدك حتى على مجرد فكرة، على مش يعني مش عارفة اقول لكم، حتى على حاجة تيجي في بالك مش في ارض الواقع. فلو انت كمان صانع محتوى، يعني انا مش هقول لكم ان انا من صغري وانا بحلم بصناعة المحتوى والكلام ده، لأ هي حاجة جاتلي في الطريق برضو، يعني رد فعل زي ما بيقولوا ان انت لقيتي نفسك في الغربة بقالي سنين الحقيقة، وكانت وسيلة الحمد لله ان هي ساعدتني فترة لو ما كانتش موجودة في حياتي مش عارفة كان ايه ممكن يحصل لي ساعتها، لان كانت بتديني امل، بتديني دافع، بتديني بحث، بتديني اطلاع، بتديني علم، ساعدت بنات كتير بدون مقابل الحمد لله، والقناة بتتشاف وحتى الطاقة ان انتي تتكلمي، يعني اتكلم معاكو كده اديكو طاقة ايجابية وتدوني طاقة ايجابية. فالموضوع ده اتحسب عليا، يعني على قد ما هو نعمة، ولكن ان الناس ايه ده انتي بتاعت تنمية بشرية، اه طب ورينا كده، ورينا لما الدنيا تاخدك رايح جاي، طب ورينا هتجذبي ايه بقى وانتي عيانة وانتي لوحدك وانتي محتاجة مساعدة وانتي واحنا مش هنقف جنبك، ورينا بقى كده. فتحسي ان الناس كلها في تحديات. فمغزى الفيديو ان انا مش هقول لكم لا للتنمية البشرية ولا القانون الجذب، ولكن لا ان انتوا تعلنوا عن ده، ان انتوا تقولوا ده، لان الضريبة اللي هتدفعوها كبيرة، ضريبة ان انتوا ما تلاقوش سند،
ضريبة ان انتوا تقعوا وتلاقوا الناس بتتفرج زي الواقع والناس بتصور بالموبايلات. يا جماعة ساعدوني. لا. وبرضو كنت سمعت فيديو كان بيقول يعني يمكن لو تسألوني من سنتين تلاتة اقول لكم لا انا مش مقتنعة بالكلام ده. كان واحد برضو بيقول لو انتي ست قوية وبميت راجل وبتعرفي تمشي المراكب ما تقوليش ما تقوليش ما تقوليش اول مرة اتأكد ان كلامه صح. ما تقوليش ليه؟ ما تقوليش لان خلاص هي الناس بتحطك في تصنيف، التصنيف ده ما بيتغيرش. انا اسفة يعني حتى واحدة سألت دكتور نفسي في برنامج قالت له طب انا بدأت علاقة غلط وانا مش مع الكلام ده على فكرة، بدأت علاقة غلط مع جوزي، كنت متساهلة وكنت متنازلة وكنت بكلمه بطريقة مش حلوة ايه الحل؟ اتفاجئت انه بيقول لها شوفي واحد تاني. نعم ايه الحل الغريب ده يا جماعة؟ لو هي جاية تسألني انا اقول لها اشتغلي على نفسك، صلحي علاقتك بجوزك، شوفي ايه اللي خلاكي تعملي كده معاه، حاولي واحدة واحدة ان انتي تصلحي العيوب دي. ولكن في الزمن ده حتى لو هي عملت كده جوزها هو شايفها بنفس الصورة القديمة، الصورة القديمة ما بتتمحيش. والحرب اللي احنا فيها في الدنيا ان حتى لو انتي اتغيرتي وتعلمتي ونضجتي، لان مش طبيعي ان بنت الـ30 تبقى زي بنت الـ20 وبنت الـ50 مش زي بنت الـ25، طبيعي ان انتي هتنضجي وتتغيري وتكتسبي خبرات. ولكن التحدي والمعركة الحقيقية اللي هتقعي فيها ان هتبصي هتلاقي ان كل اللي حواليكي في صراع معاكي علشان يرجعوكي للنسخة الاولانية اللي عرفوا يتعاملوا معاها، والنسخة اللي كانت بتحقق لهم هم مصالحهم. انتي في داهية، انتي حاجة، انتي اداة. فانا مش هقول لكم كده، ولكن هقول لكم ما تشاركوش اي حاجة انتوا عايزين تعملوها، ما تشاركوش نقاط الضعف ولا نقاط القوة، واللي بتقول لكم دي اصلا open book، واشتغلوا في صمت وحققوا في صمت ودعوهم ينبهروا بالنتائج لما يعرفوا لوحدهم. يعني ما تحاولوش ان انتوا توروهم النتائج، هما ما يستاهلوش. انا اسفه ما يستاهلوش. ونصحتي لصناع المحتوى، بص هو كل حاجه هتدفعوا ضريبتها المحتوى اللي انتوا بتعملوه. يعني انا لقيت واحدة اصلا هي كوتش علاقات مش عارفة تتجوز، لقيت برضو واحدة دكتورة طالعة تتكلم وطالعة تدي نصايح طبية جالها مرض مش عارفة تعالجه. فالناس مش هيقولوا لا دي مش عارفة تعالجه، هيقولوا لا دي دكتورة وناجحة وايه الصحة الحلوة دي وعقبالنا. وانتي فاهمة الناس هتفضل تحقد وتحسد، لان الناس مش يعني مش هيشوفوا غير اللي هم عايزين يشوفوه، مش هيشوفوا غير البنت اللي قدام الشاشة اللي بتتكلم، لكن لوحدها قاعدة فين، بتشتغل ازاي، بتتبهدل، بتتعب، بتسهر لوحدها، مفيش سند، في ضريبة يا جماعة. صناع المحتوى انتوا دفعتوا الضريبة بقى، معلش انا اسفة. ولكن الناس العادية لكل حاجة ضريبة، لكل حاجة ضريبة بتدفع، فكلنا بندفع الضرائب يا جماعة. محدش يحقد ومحدش يحسد وانتوا مش عارفين حاجة. فأنا جاي أقول لكم اقفلوا بقكم، اقفلوا ده، اقفلوا ده شوية بخير وبشر. يمكن لو انتوا جايين لي من 10 سنين كنت أقول لكم ماشي، ممكن مع أهلكم، مع أخواتكم، مع حبايبكم، لكن في الزمن ده وفي الوقت ده، في الوقت اللي الناس بتحسدك فيه على مرضك وبتحسدك فيه على إفلاسك وبتحسدك فيه على وحدتك وبتحسدك فيه على حياتك المبهدلة، اقفلوا بقكم، اقفلوا بقكم واسكتوا شوية، لأن النفوس مش عارفة. يعني انا حسيت ان العلاقات
في آخر 5 سنين هي عبارة عن يعني بقاء أقوى. والمفروض العلاقات مش كده، يعني الإنسان أصلا ذكر وأنثى، ونتاج هذه العلاقة المقدسة إحنا كبشر، فهي علاقة قايمة على الحب بس ما بقتش. فدي كانت نصيحتي ليكو ونصيحتي لنفسي، ولكن ما تقلقوش أنا معاكو كتاب مفتوح وهتلاقوني بدلكو خلاصة تجاربي، ودعولي كده لأن لسه بعد العملية لسه الدنيا معايا شوية إيه صعبة، فربنا إن شاء الله يسهلها. وكل سنة وانتو طيبين، وعيد سعيد لسه العيد مخلصش، وفرحوا وربنا يعوضنا ويسعدنا، واستمروا في السعي وفي النجاح وفي التنمية البشرية، ولكن بصمت. مع السلامة.